طبعا كل التحيه والتقدير والاحترام للداعم والاخ والصديق الغالي اللي فاتح المكان ده كله عشان خاطر الثقافه والمثقفين، استاذ جميلي نور الدنيا كلها، نور الدنيا كلها. اتفضل يا استاذ جميلي. واحنا في انتظار برضه شويه وهيحضر معانا العلامه الناقد الكبير الدكتور رمضان الحضري، بس بيريح شويه من السجن. شقشق يا فجر النهار بكفايه نوم في الضي، شقشق يا فجر النهار بكفايه نوم في الضي، وارمي بياضك في دار ما دخلها مره مي. احنا الغلابه نموت ما يعز فينا حدا عشان جنابه يفوت هدموا علينا الحي، عشان جنابه يفوت هدموا علينا الحي. ومع الفنان الجميل الشاعر الاستاذ ياسر عبد الحميد. اتفضل يا فنان. يلا يا استاذ ياسر. هنا ولا لا لا هنا تعالى احنا عايزينك. اتفضل يا دكتور. كل ما يقول للدكتور رمضان هتلفت لما رقبتي. عقبال الفنان ميجز سيادة المستشار، كلمت عن المرأة وضعفها وبرغم كان ضعيف حتى في قوة قوية أقول من حقك يا نون النسوة أن تضحي دوما مبسوطة وتصولي عجبا وتقومي على فخ الداء المربوطة. القوة أني امرأة في كل مجال محطوطة، مش كل الدنيا لسبيدة، مش كل الدنيا لسبيدة وحميدة وعمنا فطوطة. أنا تيتي ونانسي وحميدة، دوري مش تبقى بالقوطة، أكنس أو أنجب أولادا، لست أدبة عيوطة. في كل الدنيا تلقاني، وفي كل الدنيا تلقاني وكياني سجل بالنوبة. أنا أقوى حرف في الدنيا، نسبي بالتاء المربوطة، القوة كوني امرأة وبذات جنسي مقصودة. نتكلم الآن بقى مع شوف كده يا برحب بالاستاذ الصديق الغالي والاخ وكل حاجه حلوه بالنسبه لي بجد بجد حبه في القلب ساكن، الاستاذ الجميل احمد حسن عمر. منور الدنيا كلها حبيبي منورنا. والاستاذ الغالي طبعا الاستاذ صلاح منير منورني يا فندم. اهلا وسهلا بيك. تمام. مساء الخير عليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين. صلاح مساء الخير يا جماعه.
السلام. افتتح افتتحوا كل الهوامش قروا اللي بين السطور. كل واحد منكم عايش مش غريب يجيله دور ينتظر مستني وقته يفتكر ويضيع في وقته يكسر الوقت اللي قتله في انتظاره شاف مراره وفي قراره اللي مل من الطابور مش مسامح. اكبر تحيه للظروف كنت اعمى بقيت بشوف مين معايا ومين عليا وبعنيا بقيت بطوب محتار مع الانسان ودايم وفي دواير كنت حاير لما كنت بشوف انا بعنيا ومش قضية ان عاتب لو عليا اكيد هحاسب مش هكون منكم ضحية بس فوق الكلام لو كان بشوقه ألقى نصه بيجي فيا ونص تاني ما بفهموش داير تغيير الوشوش حد مني ما عرفوش يعني الكلام سيناريو ينفع تمثيلية صدقوني انا مش ضحية اطلعوا المسرح وشوفوا في المشاهد رتبوا الادوار وضوقوا بتصنيف اللي شاهد اما عني وغصب عني زي ما عينيكم شافتني انتوا يا اللي خلقتوا ظني في دنيا جرتني وجابتني مش مسامح كان في عمري وقت ضايع ما خدوش لما بقت وسط الخليعه ما حسيتوش واللي زاد كان مزاد فتحوه سبيل والدليل ما بيعرفوش يعني ايه معنى الكمين يعني ايه واحد في دنيتكم كان عابر سبيل لما دارت المزار طريقكم شاف مرار حب مره يبل ليهم وفي طريقهم مستحيل مش مسامح ياللي نزلت السطار وفي طريقهم مستحيل مش مسامح ياللي نزلت السطار.